دك صد جلده او امتا عقوبات نفضا نما بمعنى وان شريعتي خده تعالى هلا حسابان يلدف رب العالمين دي خده تعالى ولك تاكي وكين بين دلنا ما سر دي قليب سلمانا قلتنا رب العالمين سبحانه وتعالى ات سورة نور دا آية دوية الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ويخب داني قريب سلمانا زاني وزانية يعني قر وكتش أبي زنا يتكن عقوبة مئة جلدة صد جلدة دي ليدن جلدة شرعية معروفة دي چوادانني دي دانا كيري دي كي دي داني تي دي چوادانني صد جلدة رب العالمين عمرت كتن صد جلدة وعمرت كتن دلي هواب فانا فانا بيت وقت جلدة ليدن كينا بدلي هواب تي فبيت ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر چنا بدل تبتی و بیت وقتی جلدات دان نوانه اگر تو خودت ایمان خود تعالى هیا او بروج آخرتی هیا سه ایکشوان یعنی وی جلدادان و دل تبتی و نبیت یا سیه یا وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين دبیت بسلمان جی کم بالوجهی اوجه جلدات دانه وان ده هت قوام بچید دا ایده دا بنا سینما بلاش دا کسی دی ونکتن ازانیت و زانی فجلید و کل واحد من هما مئت جلده ولا تأخذكم بهما رعفة یعنی رحمة في دین الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين أبايا قانون خده تعالى أبا عقوبة ظن وعمر وانا تنكي أبا غير محسن عقوبان خفيف ترى صل جلدنا أبا دي أبا بجنومير رجم حتى الموت باشا قليب سلمانة طبعا ملاحظات كان يعني في عقوبة دابيت علنا بين جلددان كنا بيت شرعا دلمرو في جيبه بابيت تنكي أبا مستحقا و لازمه جماعت ایجی بتویه هندی ممکن بتوانه پیش ابا اون یهو کریه ابا جزای وانه دبنا عبرت دبیت راد دا کس جرعت سر دی جریمه نکتن ابا یا غیر محسنه ابا عقوبة دنیای طبعا دیگا به گلت خیال و گلت آدای هیشمه بجن پانی اونینه اونینه اجبر هنده هم اونینه وقتی ابا های امت امت بو البغدا ادگوتا حکمت رومی اوا ویگاوی شیطان الاکبر تمثیل آوید کرد جنکا بسلمان عموریه سر حدود رومی وقتی الجکش علو جتوان وقتی ایهانا جنکا بسلمان کری الویر گازی کری گوتی و معتصما هزان معتصم کری بول سامر رابو زمان معتصم متوكل عاصمة جبغدا مؤقت إلى سامراء معتصم الويل يقول بتن جنكا غازي تبيز يا معتصم تمزن ما يمانا باچاو ايهانا متتكرني يا رئيس يا بطل يا خليفة الجكش علوجة الرومي ايهانا مبكتن تو خليفة بسلمان بي وتو مسؤول ما بي يا مسؤول معتصم آخرتن جهت معصوم معتصمي معتصم تشكيل جيش كتت يا جرار وهو قائد الجيش او يلا او بخل برهم يا قوتي لازم درسك بوفان علوجا بيتكريني افان 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 ببختا افي رومي افي ذيقابي افا تمثيلوان كان شذاذ العفاق ابناء القرادة والخنازير هات العموري يا اوبرن حتى در باسكري قلت دا حتى دا ودا حتى دا بيران بيت قبل برش لقيت ما
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. أبا معتصم أمدي بجن ومعتصما ومعتصما وإسلاما ومعتصما بجن حكام المسلمين أبي الساشور ومعتصما وهزار جوا معتصما مخابن مخابن بخدان ما يبجيري خدي تعالى خدي خداني مهم يايا بس مخابن ما نبى بشفان بسلمان من أقصاها من الأندونيسيا إلى المغرب أمة بلا راعي بلا إمام بلا رئيس ساكنة خنو عوان وساكنة مهانة طوان ساكنة أصدقاء أبناء القردة والخنازير سرشور أبا عقوبة دنيا عقوبة أخرى قالي بسلمانة يا فاحشة والعياذ بالله قوي خبدنا جارك قالك بس هندي صورة هندي نموذجة هندي ديمنا أم دي بيجي يعني عذابا هندي صورة دي بيجي كي مستحيل خلاص يعني لأنه موقف خطير قالك وقالك بس قوي خبدنا هندي صورة صورة إيكي رب العالمين بما ديارت كت عقوبة فان مروفات آخرتي دا شمل نيوي دا القبري حتى جهنمي والعياذ بالله أبرتكت سورة الفرقان سورة الفرقان دا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا صورتك واضحة رب العالمين في عليائه بكلامه بما وضحت أد بيجتن أذي وكو شريك أبو خدي تعالى تشتكن طبعا أخلاق بسلمانة لا يدعون مع الله إلها آخر الإله هو الله سبحانه وتعالى هو ربنا هو خالقنا هو مدبرنا هو مشرع الشرع لنا هو الآمر وهو الناهي لا حول لنا ولا قوة وإنما عيد خذي تعالى نشانة بسلمان توصلنا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق أو حقابنا سحارة المقوتي طبيعة بسلمان نفس حرام ناكجن سي طبيعتي بسلمان او الزينو هناك إيه. والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون سي تشتت اساسي ساكن كبائرة القتل الشرك القتل الزنا الشرك القتل الزنا نشانة بسلمان أنا أبون هاسي كناكت رب العالمين بيشت ومن يفعل ذلك إيكش فانا يلقى أثاما يعني عقوبة يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة جارك أولا يعاقب وعذابك مضاعف عذابك زيدي رب العالمين ديدون دسر يوم مناسب قال حجم جريماوي ويخلد في العذاب إلى عبد العابدين إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى أما صورتك ما رأى قوي خلاب دني يعني ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب مضاعف يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إهانة رب العالمين بجم مهانة رزيلة حقيرة وكفى بالله شاهدا وقائلا أبا وصعيوان أبا ديمانك دب زبرين أبا پیغمبري صلى الله عليه وسلم روايات إمام بخاري صحيحة خدا خدا تعالى جي راضي بد زاري صحابي مبارك سمورة بن جندب راضي بنا خدا تعالى الوان بيت أول ما بيت أدبجت پیغمبري صلى الله عليه وسلم بحسي خونك خوكر
خونا پیغمبری وحی گلی بسلمانا حقه نه خونا میه اد بیشتن بحثی خونا که دریش کن بیشتن پشوه هاتن جبریل و میکال یعنی جبرائیل و میکائیل گوت هاتن گوت من ربع مسئول هید گل ما وره گوت اسرابو ما با از گلوان چوم مهم گلی دیمن دیتی گلی گلی تشت دیتی موضوع ما گوت از چون بر خودم آواه یکی اف آواه یه شکلی زخمه به شکلی و شکلی تنیرانه باشه گلی به سلمانه طبعا به ترجمه ویه شکلی تنیرانه درگیمی بیشه که تنگه بس بنوی گله کسره هم دنگه تیده هوار هوار قیرینه گوتی هر که خودی زانید گوت ام چون نیزیبون بر خود دمی یتوی تنیره دا جنو میره تو ریس اسمعوا هذه الصورة جنومير تشابلاق نافيدا تريسن قلت صح كمين موجات اجريش بن واني بلند بن يوان بلند كان حتى نزيكي درجي او موجة اجريا تشتا خوري او تشبو تشنا بني قوم قلت يا جبريل يا ميكائيل اباك هنا قلت من هؤلاء الزنات والزواني أبا ظلامة زنا كرن وجنكة زنا كرن أزبش موضوع حمانة عذاب آوان آقل بو بوش آقش بن ذاتت كيوان زرارا كرب بني نب أزماني كريا وينما بأورتي آكري إذن الجزاء من جنس العمل دلويري إت موجتوي أبا عذاب آوانا الله أعلم حتى كانجي ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا أبا سورة يدوي سورة سي أبو أمام الباهلي خذ تعالى جرازي بما ذكرت بزري بيغمبري حديث رواية كتن إمام ابن حبان صحيح خدا وإمام والإمام إمام حاكم مستدرك خدا على الشيخين وغير وانجي طبيعي وقت ما قلت بخاري يعني قالك قال بخاري لكن اكتفاء تذكر لي قد بيجت ابو امام الباهلي بيغنبري صلى الله عليه وسلم بما بحث ذي ابا فاحشه كر والعياذ بالله قد بيجت شبه هاتن جبريل وميكائيل ابنا يا سمرة من جندبه ابا يا ابي امام الباهلي صورتك دي صورتي سي بيج بقول من ورا قلت اسرابهم ام چون ابن چاك ريكاوي قال انا خوش قلت ام سر كذا قوم قلت بخدي استشم قلت سر كذا عندي هاري تاكين قلت له هاري مكر قلت ام چون خوش نبكا چاي يعني في حتى كنا في سواد الجبل نبكي قلت اصحت كمي هوار هوار كقيرين هر بخدي زانتن قيامتا لغات اصوات مرتفعة شديدة قوم قلت اوان ابا چدنگن قلت من عوي أهل النار هذا اللفظ في غنبريها عوي أهل النار أبا قرية جهنم يونا خلاص قلت من ورا قلت أشم شم موقعك دي ترم أزبينم هندك مروف تفضينا يتنفخي قلت هندي شيانا يعني بيشتن أشد شيء انتفاخا يعني من هذه تتشتكو بفضا هو اللي بينها قلتي وري و و و وري يعني بهناوان قلتي اشد قذارة بهنا كاشيتين من قولي نبي يعني من يعني بعمر يا اخو من قولي نبي من نب ساكن ياكو بينا هندا بيجيتين ابا كان سورة قالي بسلمانة ابا شور سورة مانا اخر اخفتن يعني چنكي سر عقوبة بس ما خطباك وما بسر به الوقاية من الفاحشة دي شو أخو بارزين يا فرع أو بيت خطبة بيت إن شاء الله كان همرين فدي شو أمشين خوش فاحشة دينا باش أم تبكين حتى بين بارسن أو يوم يبا بس آخر عقوبة عقوبة لوطية ولو مرفشان كتن يعني الحياة يمنعنا أمشين الموضوع اللي واطي ده